حكوا ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية. الأدلة القصصية من مستفيدي حكوا ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن، أمراضه وفوائده الصحية متنوعة. الجزء الثاني. تحسين مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم وصداع نصفي خلال شهر. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله كل خير يا دكتور فارس. أنا جربت الماء الساخن إلا أنني مريضة بالضغط وكذلك الصداع النصفي، والله العظيم أول ما استعملت طريقة البخار شعرت براحة في 5 دقائق، وأعاني من التهاب في العضلة ما يسمى بالأبهر، والحمد لله أشعر بتحسن رغم أنني لم أبدأ العلاج إلا منذ شهر. حافظك الله من كل مكروه، وأتمنى لك الاستمرار. أم حبة من المغرب. إشادة مواطن سوداني مترجم باستفادة حوالي 200 شخص من معارفه من خلال العلاج بالماء الساخن. أنا فخور جدا عندما تكتب لي مرة أخرى. شكرا جزيلا على كل شيء. أريد أن أقول لكم أن حوالي 200 من معارفي يستخدمون اختراعك الماء الساخن، وأنهم تعافوا بشكل كبير. وأود أيضا أن أقول لكم أنهم يدعو لك كما أفعل. أحر التحيات، الدعوات لك. شفاء امرأة من الصداع النصفي والسكري. السلام عليكم يا دكتور العزيز، أنا مستمر في هذا الأمر والحمد لله والشكر على كل حال. كنت أعاني من الصداع النصفي وسكري، والآن أتمتع بصحة جيدة والحمد لله. أنا أبحث عن أشياء جديدة لديك، ما هو الجديد دكتورنا؟ خبرني عن جهودك المعطاة. تجربة امرأة من استفادتها بالعلاج بالماء الساخن. شكرا دكتور، خليتني أنهض من المرض والأدوية التي تزعجني دائما وبشكل مستمر. أنه والآن تحررت من هذه القيود، والله يعجز اللسان عن الوصف. شفاء امرأة من إمساك وانتظام الحيض الشهري وتخفيف الصداع خلال 3 أشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا دكتورنا العظيم، وجعلها الله في ميزان حسناتك. إني صار لي أشرب الماء الساخن 3 أشهر والحمد لله. كان عندي إمساك اختفى وانتظمت الدورة الشهرية وخف الصداع والحمد لله. بس سؤالي، بنتي عندها بواسير وعندها قولون عصبي، أعرف أنه ينفع الماء الساخن، بس ما هي طريقة الاستعمال؟ وهل القولون العصبي يؤدي إلى الوسواس؟ وجعلك الله ذخرا للأمة الإسلامية. رجل أصيب بأنفه وتدفق الدم وتوقف النزيف بوضع أنفه في كوب من الماء الساخن. لقد عانيت مؤخرا من إهانة أدت إلى كسر في أنفي. اللحظة التي واجهت فيها الآلام، كان هناك الكثير من الدم يتدفق يصعب نشفه، فوضعته في كوب من الماء الساخن. أنا لن أقول أعتقد وفقا للسيد لونا، بل كنت أقسم مثل بحار. بفضل الطب القديم الجيد أنفي أصبح على ما يرام. لقد تناولت كوب جميل من الشاي الساخن كل صباح بينما كنت أتعافي. إشادة طبيب سعودي بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. تصور أنك تشرب شاي بدون سكر، هو نفس الشيء وليس له أضرار، بل جربت ذلك شخصيا وأفادني كثيرا. دكتور فهد الخضيري. استفادة قاضي بمحكمة في السعودية من نضارة الوجه وإحمرار الشفتين والجيوب الأنفية وخيفة الرأس والصداع والزكام وآلام اللوز
وآلام المفاصل وآلام الروماتيزم وانتفاخات المعدة والحموضة وحرقان المعدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك يا دكتور، تستاهل أكثر من هذا. أنت تعبت كثيرا حتى اكتشفت لنا فوائد هذا الماء، ولعل الله سخرك الكثير من المرضى لينتفعوا بهذا الدواء، ولعل هذا من عاجل البشرية المؤمن. ولأراك إلا رجلا تحب الإحسان إلى الناس، والله يحب المحسنين. وأنا واحد ممن استفاد من هذه التجربة بحمد الله وفضله، استفدت من الكثير، ولعل أذكر بعضا منها: نضارة الوجه وإحمرار الشفتين وانخفاض في أعراض الجيوب الأنفية كازتداد الأنف وخفة الرأس والصداع والزكام وآلام اللوز والأعراض الناتجة عن التهاب اللوز كآلام المفاصل والروماتيزم وانتفاخات المعدة. وأما الحموضة فحدث ولا حرج، علاج فعال لم أرى في حياتي مثله. وحرقان المعدة و تجربة مواطن سعودي مع العلاج بالماء الساخن في تقوية الثقة والذاكرة والحيوية والنشاط والتخلص من السعلة. السلام عليكم عزيزي دكتور فارس، أنا أسأل الله تعالى أن يدوم عليك الصحة والعافية، ويجعلك ووالديكم من السعداء في الدنيا والآخرة. صباح الخير. فعلا ها صحيح أن شرب الماء الساخن نعمة من الله، وأنا حقيقة أحسست من خلال شرب الماء الساخن فعلا يقوي الثقة والذاكرة ويجعلك في حيوية ونشاط. وشكرا لك أخي فارس، الله يقويك دكتور ويجزيك كل خير. والله من أول كاسة شربتها ارتحت من السعلة والحمد لله. هلا خفيفة كثيرة على الهواء البارد، بس بتجي شوية وبتروح. الله يوفقك يا رب ويقويك دكتور فارس. حقيقة الماء الساخن هو نعمة من الله، ما كتب عنه فعلا صحيح، وأنا أشوف كل يوم أحسن. تركت الحبوب وصرت أشرب الماء الساخن 3 لترات في اليوم، الآن أحسن من أول من أول والحمد لله. وأكرر شكري وتقديري إليك مع خالص تحياتي لك. إشادة الرجل بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. لقد سمعت من خلال اليوتيوب أهمية الماء الساخن للجسم، فعلا معجزة ربانية من خلال هذا. أشكرك كثير على ما قدمته للناس من هذا الاكتشاف المعجزة، وجعله الله في ميزان حسناتك. نعم بالتجربة فيها شفاء، من دوم عليها يبين الله الناس. لا يصدق أن الماء وحده جعل الله فيه شفاء الكثير، يستغرب من هذا الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في الماء سبحان الله الذي في متناول الجميع. إشادة رجب بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. شكرا دكتوري العزيز، جربت الماء الساخن، يا ليت قومي يعلمون. شكرا شكرا، وجعله في موازين حسناتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك ليستفيدوا الآخرين، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم دكتور فارس الحجري.